معي للحديث عن التعليم ومستقبله في بلادنا، عن مسؤولية الدولة ودور المجتمع المدني، الأستاذة الدكتورة نهى بكر، أستاذ العلوم السياسية وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان. دكتورة نهى بكر، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، كاتبة ومحللة سياسية مرموقة ومحاضرة في العديد من الجامعات المصرية والدولية، وهي عضو في المجلس الأعلى للثقافة ومستشار منظمة الاتحاد الإفريقي. الدكتورة نهى بكر حصلت على الدكتوراه في العلاقات والمنظمات الدولية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، كما حصلت على دبلوم في دراسات الحروب من جامعة كورنيل الأمريكية. تعمل حاليا أستاذا بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، حيث تقوم بتدريس المنظمات الدولية وحقوق الإنسان. عملت خلال الفترة بين عامي 2010 و2015 مساعدا لوزير التعاون الدولي، كما مثلت مصر في العديد من المؤتمرات الدولية وشاركت في فعاليات علمية بكلية الدفاع في حلف الناتو والمعهد الدولي للقانون الإنساني في سان ريمو، كما عملت مستشارا في العديد من المنظمات الإقليمية والدولية. تشغل دكتور نهى بكر عضوية المجلس الاستشاري للمركز المصري للدراسات الاستراتيجية ومجلس إدارة مؤسسة كينيت بطرس غالي والشبكة العربية للتسامح والمجلس المصري للشؤون الخارجية. حصلت بكر على العديد من الجوائز، منها جائزة من جامعة الدفاع الأمريكية في واشنطن، وكذلك جائزة التميز من الجامعة الأمريكية بالقاهرة.